دكتور محمد خير، انا بتشكركم وجودي اول مره اتشرف بلقائك اذا في ميكروفون. بتشرف بلقائي بالجاليه اللبنانيه، جاليه عزيزه على قلبي. بتشرف اليوم بلقائي مع سعاده الدكتور طلال ابو غزالي. عندي سؤالي ثلاث فروع. الفرع الاول، ما توضحت لي نقطه مجتمع المعرفه زائد مجتمع الحكمه. يعني انا بخبرتي التقنيه البسيطه على الكمبيوتر والانترنت دكتور اخوان، بعرف انه الهدف من مجتمع المعرفه انه نوصل للمعرفه، مش لا انه والله انا صار عندي مجموعه من المعلومات او كتب المعلوماتيه. الهدف من المعلومات اتخاذ القرار الحكيم. انا بعتقد بتحليلي المتواضع انه مجتمع المعرفه زائد مجتمع الحكمه متصلين مع بعض، لا يمكن نحط فاصل بيناتهم، لانه الهدف من الوصول لمجتمع المعرفة، وانت ذكرت سعادتك انه احنا في بداية طريق مجتمع المعرفة. هاي النقطة الأولى اللي بحبها إذا بتأيدني باستنتاجي. النقطة الثانية، حكيت حضرتك على الألفية وفي 8 تارجتس اللي هي تحسين مستوى المعيشة والتعليم والصحة إلى آخره. لاحظت من خلال تعليقك، حكيت ذكرت كلمة سعادتك انه في معارضة من الدول الغربية والأوروبية. صار عندي نوع من الفضول اعرف انه ما دام مش موضوع سياسي وموضوع معيشي وهدفه انساني، ليش راح يكون في معارضه من الحكومات الغربيه؟ النقطه الثالثه اللي بدي استشيرك فيها، هل بعتبر انا معك انه الازمه الماليه اللي بلشت بال 2008 وانه انتهت وفي انتعاش وهلا ازمه جديده، انا بعتبر الازمه واحده. سؤالي، هل سعادتك تشعر انه تجربة اليونان وهي عضو في الاتحاد الأوروبي ومرشحة بعديها البرتغال وإسبانيا وإيطاليا والمسبحة راح تكون كلها، هل هذا يعني فشل أي مشروع حتى لو كان مش مشروع سياسي كمشروع اتحاد أوروبي؟ وإحنا كنا نذكر زمان، وأنا أيام لما كنت طالب في الجامعة الأردنية أنا درست أخصائي أشعة، كنا نحكي ونسمع من أساتذتنا ومن هالناس المفكرين انه العالم قائم مش للدوله الوحيده للتكتلات. فصار مجلس التعاون العربي الخليجي، الاتحاد الاوروبي، الدول الكونكاف، شرق اسيا. هل هذا يعني فشل المشاريع الاتحاديه، ام ان حكومه اليونان او الحكومات المتعاقبه ما التزمت بالضوابط تبعت الاتحاد الاوروبي؟ وبدي اسال حضرتك سؤال، وانا اسف اطلت على الجميع. أنا يعني بتمنى أعرف إنه هل في بريطانيا، المملكة المتحدة، ما في عندهم كفاءات فكرية أو مالية أو سياسية، إيش الإصرار إنه يحافظوا على الجنيه الاسترليني كعملة بالرغم من إنه 16 أو 20 دولة كلهم التزموا باليورو؟ النقطة الرابعة سعادة، أنا سيدي ما بحب إسرائيل، بس وأنا سمعت طرطيش حكي إنه سعادة الدكتور بحكي إنه في الهجرة المعاكسة. هل يتوقع الدكتور طلال والإخوان الموجودين إيش مختلف الثقافات إنه الإسرائيلي، ذكرت حضرتك إنه وجود الإسرائيلية على أرض فلسطين مؤقت، اللي بنشوفه أو خلال هالستين عام، هل لا يمكن إنه تكون هاي الدعوة اللي أطلقتها، وأنا آسف على هذا الكلام وأرجو ما تفهمني غلط، إنها تكون عقلانية؟ هذول الناس يا دكتور عندهم قناعة إنه هاي أرضهم، هاي رب، زي ما ذكر واحد منهم إنه هذا ربنا سمسار أعطاهم الأرض هاي. هل يتوقع، ونكون واقعيين وعمليين، اللي احنا بنحكي عن، انت بتحكي حضرتك عن حدود من النهر للبحر، احنا بنحكي عن حدود ال 67 ومش طالع لنا، واذا طلع راح يطلع كانتونات مدن عباره عن نابلس والخليل ورام الله وحواليها شويه اراضي من هالقرى الريف. تتوقع من هذا الاسرائيلي انه يتقبل، او هالمجتمعات الغربيه تتقبل دعوه زي هاي؟ انا اسف على المقاطعه. شكرا. خليني ابدا من السؤال الاخير مع الاستئذان من السيدات في فيلسوف معروف
تكلم واحدة وسيدة ما بيعرفها وقال لها تنامي معي $100. قالت له كيف يعني بدك انام معك $100؟ قال لها طيب مليون. قالت له طيب ليش مليون؟ قال لها مدام المبدأ صار متفق عليه بنحكي بالسعر. احنا غلطتنا في فلسطين ان بدأنا بالحديث عن الحدود وحدود 67 وحدود 42 48 وحدود ما بعدها وتبادل الأراضي. هذا هو الذي جرنا الى ما نحن فيه. عند قرارات أمم متحدة واضحة لو انك تمسكت فيها اسرائيل ليست موجودة شرعا، لان قرار الأمم المتحدة قال أن الاعتراف بإسرائيل مشروط بقيام الدولة الفلسطينية، ولحد الآن ما قامتش. فقيام إسرائيل غير شرعي بقرارات الأمم المتحدة، غير شرعي، غير ما فيش اسمه إسرائيل. ليس هنا، وأنا هذا الكلام قلته في مراكز الدراسات الاستراتيجية في واشنطن، والمندوبين الذين يمثلوا إسرائيل لم يجروا أن يجاوبوني بأنه أنت أولا وجودك مبني بقرار من الأمم المتحدة. قرار الأمم المتحدة ربط قيام الدولتين في نفس الوقت، هذا من سنة 48، ولم ينفذ هذا القرار. فإذا أنت لست موجود بموجب قرار الأمم المتحدة، أنت سلطة احتلال، وكل قرارات الأمم المتحدة بدون سلطة احتلال. ثانيا أنت هنا يا سيدي في موضوع العدو، هذا العدو منطقة المنطقة الأخرى، المنطقة الأخرى أنه هل يقتنع أنه يترك؟ هل كل شيء إذا أنا اقتنعت أن أخذ ثروتك بحق اللي أخذها؟ أنا لا أتكلم عن قناعة، أنا أتكلم عن حق، أنا أتكلم عن حق قانوني وحق دولي بالعودة للاجئ إلى وطنه. كما أن لبنان مش طرف في وجود اللاجئين، ولا الأردن ولا سوريا الموجودين فيها، بس بقول لك أنا ما مستعد أخليك عندي، لأن هنالك حق دولي وقانون دولي بإعادة اللاجئ إلى بلده. أنا أؤيد، أنا أؤيد موقف لبنان وسوريا والأردن وكل بلد فيها لاجئ، لأن هذا حق دولي. وأنا كان ذلك، وأنا كنت مش اليهودي، أنا بقول إني أنا أصر على كأن أنا الدولة المضيفة، أنا مثل لبنان في هذا الوضع. عندي يهود موجودين ما بدي إياهم، خلصت ضيافتهم، انتهت كل شيء. أنا صاحب الوطن، أريد أن أنهي، مش مستنيك لتوافق، ولا يهمني قناعتك، إنما كيف سيحصل ذلك؟ سيحصل بالمتغيرات اللي عم تحصل في الدنيا، وأنا قلت في بداية مقابلتي أن المتغيرات الاقتصادية في العالم والتكتلات الاقتصادية والتغير في الثروات وفي ميازين القوى سيفرض تغيير كثير من المعاملات، وسيصل هؤلاء الشعب، وهذه قلتها في المقابل، إلى قناعة لأنه أحسن أن يرجع إلى بلده. وهذا سيتم على مراحل، ربما يحصل فجأة بعملية هجرة مباشرة سريعة إذا دخلوا بحرب جنونية، لأنه ستنتهي بتدميرهم ويرجعوا كلهم مرة واحدة، أو بالتدريج من خلال ممانعتنا. وعندما أتكلم عن المقاومة أنا لا أتكلم عن المقاومة المسلحة فقط، أنا أتكلم عن المقاومة بكل أشكالها، عدم التعامل معه، وعدم شراء منتجاته، وعدم التطبيع معه، وعدم عدم عدم الأسيام المدني إلى آخره، كل أنواع المقاومة. فإذا نحن هنا، وخلينا أنتقل إلى جنيه الاسترليني. جنيه الاسترليني بريطانيا كانت ربما في نظرك ونظري غلطانة، اليوم ثبت أنها مش غلطانة، لأنها خرجت من مشكلة التي يعاني منها اليورو، واليورو الآن في أزمة وستستمر. ما تصدق أنه اليورو معافى، كل يوم بطلع لما أنا تعودت عندما أسمع تصريح أن اليورو بخير أعرف أنه اليورو بنهار. أنت كل مع الأسف كله بقولك كاتبين بجريدة، وهذا اللي كاتبينه هو لمحاولة دعم الموقف السيء بأنه يعطي معلومات أنه اليورو بخير. اليورو في مشكلة، والدولار في مشكلة، والعملات كلها في مشكلة. ولكن أنا الآن أقول أن كانت حكمة من بريطانيا أن لم تدخل في السوق في اليورو، في منطقة اليورو. الاتحاد الأوروبي لن يستمر كما هو، ولن يكون هنالك مزيد من الالتحام في الاتحاد الأوروبي، بالعكس سيبقى الاتحاد، حيصير مثل الجامعة العربية. ولكن ولكل دولة فيه، وكل دولة فيه هو بوتقة تجمع هذه الدول، ولكن كل دولة منه ستتجه باتجاه، والاتجاه كيف؟ حسب مصالحها. وأنا أقول أن التكتلات العالمية ستختلف، سيكون هناك تكتل رئيسي تقوده الصين.